عليكم ويوم جديد ويوم سعيد يا رب على كل جمهورنا، جمهور الستات ما يعرفوش يكذبوا. وزي ما هبه كانت بتقول هنا البهجه وهنا تبدا السعاده باذن الله. ان شاء الله دايما هيكون عندنا اخبار ليكم جديده ومهمه. وخلونا نبدا حلقتنا النهارده. ايه ده، نرحب بهبه الاول. مش كده، انا كنت بايته في حضنك امبارح. انت كنت بايته في حضني، اصل هي كانت بايته معايا امبارح. تسلم يا نونك يا مها والله، احنا قعدنا نرغي يا هبوبه. ايوه عشان قعدنا نرغي قبل الحلقه. يعني على راي اخواتنا التونسيين، يومكم زين، يومكم فل وياسمين. ايوه انت عاجباكي عليكي. اه عجباني جدا، انا بحب كل حاجه فيها بهجه وتفاؤل وورد، لان احنا يعني مقررين ان ورد وياسمين، ورد وياسمين دي خطيره بصراحه. ان رغم اي شيء ورغم انف الحاقدين والكارهين والمجرمين، احنا متوقعين الخير وبامر الله اللي جاي يبقى احلى من اللي فات. مساء الفل عليكم، مساء الورد على الورد. مساء الورد عليكي ومساء الفل، والوانك حلوه النهارده ومبهجه يا رب دايما على طول. نحاول. خلونا بقى نبدا الحلقه على طول النهارده، وده بتصريحات مهمه جدا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اللي اكد فيها انه كلف وزيري الكهرباء والبترول لوضع خطه للعمل على وقف تخفيف الاحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي بحد اقصى يكون ان شاء الله نوفمبر او ديسمبر. وكمان طالب بوضع خطة على مدار 4 سنين لتحريك أسعار الكهرباء مع استمرار دعم الفئات القليلة. دكتور مصطفى كمان أكد أنه تم وضع خطة واضحة جدا لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025. وأكد سيادته أن وقت الأزمات العالمية اللي شهدها العالم كله، وإحنا شفنا ده، مصر فضلت سنة ونص ثابته في اسعار قطاع الكهرباء، والدوله بتتحمل التثبيت ده. فده شيء مش سهل وشيء مش بيحصل دايما. يعني عندنا فعلا ضغط شديد جدا جدا، ولكن الدوله والقائمين على القطاعات دي بيحاولوا اقصى ما عندهم ان هم يريحوا المواطن. طبعا فده حاجه مهمه وحاجه حلوه ان احنا يبقى عندنا خطه على مدار 4 سنوات، عارفين بنعمل ايه، ماشيين على خطه، وبيتقال لنا ده على طول. فدي حاجه مهمه ان بيبقى فيش كده شفافيه بين الدوله واحنا يعني والشعب. صحيح. يمكن هي دي طبعا اولا استجابه لرغبه المواطنين كلهم، وكمان استجابه لطلب سياده الرئيس، ان هو طلب مكاشفه من كل الوزراء، الوضع يبقى يعني واضح، ونكلم الناس ونشركهم في مشاكلنا ونطلعهم على الارقام الحقيقيه، وليه ده بيحصل، وايه حجم الاعباء اللي علينا، وايه الحلول البديله، وهل في حلول بديله متاحه مناسبه، ولا ده اكتر حل مناسب لهذه المرحله. وهل هيبقى في حل زي ما انت قلتي في الخبر، ان شاء الله يعني هذه المرحله او الحلول اللي احنا لازم نستحملها ونستوعبها في الفتره الحرجه دي، ولكن باذن الله هيبقى في يعني تغيير للافضل قريب. ده ان شاء الله زي ما قلنا في سبتمبر وفي نوفمبر، يمكن هيكون نوفمبر وديسمبر تحديدا، نوفمبر وديسمبر هيكون على اخر السنه الامر تم يعني حله بشكل يناسب ويرضي كل مواطن مصري عايش على ارض بلدنا العظيمه. فخبر بمنتهى الاهميه. ونوفمبر وديسمبر قالوا ان شاء الله بحد اقصى باذن الله، يعني ممكن كمان تكون قبل كده باذن الله. ونتوقع ان شاء الله، طالما اتخذت هذه الخطوات والموضوع طلع واتشرح للناس بالشكل الواضح والصريح ده، احنا دايما اي حكومه طبيعيه واعيه بتحب تحط الحد الاقصى، ولكن نتوقع ان الحل يبقى قبل كمان نوفمبر وديسمبر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بالتاكيد برضو ان احنا يعني بما ان احنا في فتره امتحانات وثانويه عامه، فلازم يبقى كل يوم عندنا اخبار عن هذه المواضيع. والفتره اللي جايه هنتكلم كتير عن الثانويه العامه، لان هيبدا الامتحانات فيها ان شاء الله يوم 10 يونيو اللي جاي دوت، للمواد الغير مضافه للمجموع. وزاره التربيه والتعليم يمكن طلعت ارقام الجلوس للطلاب على الموقع الالكتروني وكمان في المدرسه. طبعا ده بيسهل على الطلاب ان هم يقدروا ياخدوا رقم جلوس، يعرفوا هيمتحنوا فين. والمهم كمان ان الوزاره اكدت وشددت على منع طلاب الثانويه العامه ان هم يدخلوا لجنه الامتحان بورقه بيضاء. ده عشان بيبقى موجود في مسوده في كراسه الاسئله، فممكن الطالب ان هو يستخدمها. وده كان ردا على استفسار طلاب الشعب العلميه
عن امكانيه ان هم يدخلوا لجنه الامتحان بورقه بيضاء لاستخدامها في الاجابه في ماده الفيزياء، فالاجابه واضحه وصريحه، لا تحذير صريح، خدوا بالكم منهم او منها، مش مسموح بالدخول بورقه بيضاء، لكن هيبقى متاح ليكم مسوده في كراسه الاجابه. وان شاء الله كل التوفيق والنجاح لكل الطلاب، ثانويه عامه واعدادي وفني وتجاري، وكل ولادنا يا رب اللي بيمروا بامتحانات، ربنا يا رب يجبر خاطرهم يا رب ان شاء الله. ولسه مكملين كلام برضو عن امتحانات الثانويه العامه، واللي طبعا بيصاحبها توتر وقلق شديد من الطلبه واولياء الامور. في موقع امريكي مشهور قدم نصايح مهمه جدا لتخفيف التوتر لطلاب الثانويه العامه، نتمنى ان هم ياخدوا بيها او ما ياخدوهاش كده ان هي حاجه والسلام واصل الامريكان دول مثلا، او يعني دي بتبقى دراسه معموله. فنحاول نعمل حتى لو حاجه من الحاجات دي، اكيد هتفرق معانا. لازم يعني وقتك تمارس فيه رياضة، يعني ساعة في اليوم مش يعني مش مضلعة معضلة، فلازم نمارس رياضة، أفضل الطرق عشان تتخلص ده من التوتر. كمان في نصيحة مهمة جدا هي ممارسة اليوجا الصبح. اليوجا ده يعني من أقوى الحاجات اللي بتودي التوتر والاكتئاب والقلق. اليوجا، المشي مثلا، ركوب عجل، ده برضو بيقلل التوتر. ثالث حاجة ان عدد ساعات النوم المنتظمة هي 8 ساعات، لازم تنام 8 ساعات. اهم حاجة ان يكون في نظام كمان غذائي صحي عشان يساعدك على انك تقلل التوتر بطريقة كبيرة، اهمها انه هيمنعك من التعرض مثلا لتقلبات مزاجية. كمان ممارسة تمارين التنفس واحدة من الطرق السريعة جدا والمهمة جدا. تمارين التنفس دي مش سهلة، انك تقعد 3 دقايق بتعمل تمارين التنفس، ودي بتنفع جدا، وده بيقدر يقوم بيها الطلاب في اي مكان لتخفيف التوتر في دقايق. الموسيقى كمان بتساعد الطلاب، التنفس والنفس والتحفيز. كمان في دراسة قالت ان الطلاب اللي بيسمعوا اصوات الموسيقى الهادية، يعني نسمع موسيقى هادية على قد ما نقدر، دي بتخلينا قادرين على التعافي بسرعة من التوتر. حضرتك بقى مثلا موضوع التوتر ده مش متوقف طبعا عند طلاب الثانوية العامة بس، اكيد كل البشر يعني كل ده مرض العصر. بتعملي ايه بقى وشتة الأستاذة هبة الأباصيري للتخلص من التوتر والقلق؟ أنا ما بتوترش، أنا فلة هعيط بعد دقيقة. ما بتوترش. بصي طبعا إيقاع الحياة، ومفيش حد فينا يخلو من التوتر، الضغط اللي على أكتافه واللي على أعصابه، أيا كان سنه، طالب مضغوط ومتوتر من المدرسة أو من ظروف في البيت، والله ولاد صغيرين كمان، رجل أطفال صغيرين بيعانوا من الأحداث اللي حواليهم، بيشوفوا كل يوم أخبار سيئة جدا جدا. يعني مفيش حد على كوكب الأرض لا يعاني من حتى ولو قدر قليل من التوتر. هبة بتعمل إيه عشان تتخلص من التوتر؟ هو اي، مش بس هبة، اي حد لازم يوجد او يعرف يلاقي الطريقه اللي تخلصه من التوتر. اليوجا يعني تساعدك. هقول لك مثلا انا مثلا اعمل يوجا واعمل تمارين تنفس. بحاول ساعات حتى في التنفس ده ما بقدرش كده. حضرتك بتعملي ايه؟ كنت اسالك بس اجاوب. ما انا لقيتها، حسيت ده مش هتقول لنا، وانا عايزاها تقول عشان مهم تقول. انا النهارده جاي اعترف، يبقى عندك جديد. انا جاي اعترف، ما لسه كنت اقول لك، انت برافو عليكي ما شاء الله انك تلاقي طريقه زي اليوجا او التنفس، ودي طبعا طريقه مضمونه ومجربه، يعني مفيش خلاف عليها. انا طبعا لو في مجال ان انا انفس عن التوتر في اللي موترني هنفس على طول، مش هكتب حاجه في نفسي. لو ما تنفع معاكي كده انك تطلعي في حد قدامك؟ مش هطلع ازاي، ما هو الحد ده مين والموقف ايه وايه نوع التوتر؟ ما هو انا بالادب. بس هي عامه كتم المشاعر السلبيه وعدم الحديث فيها ده بيزود مستوى التوتر اللي في حياتنا طبعا. فلو الانسان اللي قدامك ده متفهم ويهمك وفارق معاك وموترك في حاجه، لازم تخلصي الموضوع بالحوار معاه او بالنقاش معاه. دي اول مثلا طريقه. الحركه والرياضه، الحركه بركه طبعا. حركات الصلاه، حتى العلماء اللي يمكن غير حتى مسلمين لما درسوا حركات الصلاه، الركوع والسجود دي فيها كميه هرمونات راحه وسعاده. أيوة. رحنا يا بلال،
فيها كم من خروج طبعًا. التوتر غير طبيعي طبعًا. انا مثلا طبعا دي بالنسبه لي شيء يعني لا يتجزا ولا ربنا يا رب يديم عليا نعم. اول حاجه واهم أكيد. حاجه يزيد بقى عليها طبعا ان الاحداث كتيره والضغط في الحياه كتيره. اروح الجيم اذا قدرت، امشي اتمشى حوالين البيت نص ساعه زي ما انت بتقولي، اسمع مزيكا، اقرا قران، اقرا في كتاب، يعني حسب الحاله. بس الوسائل اللي ممكن الانسان يخرج بيها من التوتر كتيره. ما نقعدش نضحك على نفسنا ونقول مش قادرين ومش لاحقين، احنا اللي نوجد لنفسنا طريقه تقلل وتخفف التوتر من على كتفنا، ايا كانت هي ايه، طالما طريقه شرعيه فيهاش اذى. طب عارفه في ايه بقى؟ سمعت انا عن منتجع في دوله اوروبيه، في يوروب، في حته معينه بيروحوا على طول ناس كتير يصرخوا ويصوتوا عشان يخلصوا من التوتر، طلعوا طاقة الغضب في الصريخ وفي عارفة لما تعالي عندي في البيت مع العيال مسافري وفري تذكرة الطيران. مساء الخير ليلى، مساء الخير كايلا، تبيش في نفسك عارفة لو الرجل الأخضر وارجع أسف واعتذر. بس دي بتطلع بس على فكرة هي يعني لما تسمعيها تفتكري إنها عبط، بس أنت فعلا لما زعقي قوي قوي بتهدي. اضحك عليكي واقعد على الناس واعمل نفسي مثاليه وانا لا، بيطلع كلنا عندنا حالات ولحظات بنفقد فيها اعصابنا ونصرخ ونتوتر. تبقي سايقه بالعربيه مثلا وشايله هموم قد كده وانت حد مش قاصد يا عيني، فجاه تلاقي نفسك تحولتي. فالمنتجع ده ب 4000 دولار، طب ليه؟ فكي عن نفسك يا حبيبتي، ما تكتبيش في نفسك دولار. لا في البيت. طبعا 4000 دولار ناخدهم احنا بس يعني مش في الحمام، عشان في ناس بتحب تخش تطلع الكبت والصريخ والعياط في الحمام يا جماعه يعني فطبعا هو ال 4000 دولار بتوع المنتجع ده على عهده جريده الاندبندنت، ولكن يعني اللي مش مستعد يدفع 4000 دولار عشان يطلع يصرخ ويصوت بره يصرخ ويصوت هنا. بس افتكر يعني بما انك بتقولي انه يعني جريده الاندبندنت دي، يعني افتكر المكان اللي بيروحوه ده او الكلينيك دي اكيد فيها حاجات تانية، يعني مستحيل يبقى 4000 دولار عشان يطلع يصوت بس. مش فاكره لما برضو جت من فتره كده عملوا حاجات زي استوديوهات الصوت الكاتمه للصوت واماكن تروحي تدفعي فيها فلوس، مش فاكره موجوده في مصر او ما اعرفش كانت موجوده في مصر ولا لا، بس ما اظنش، احنا اعقل من كده شويه. اماكن بيأجروا لك مكان فيه جدران كاتمه للصوت وتخشي تصرخي وتصوتي فيها عشان تخلصي الطاقه السلبيه. هي حاجه يعني طريقه متبعه يمكن مسرخ وصوت في اي حته، يعني ممكن اصرخ وصوت في اي حته، اقفل الاوضه واصرخ واصوت وين مكان يعني ما اكثر الاسباب، يعني احنا مش لاقيين سبب ما اكثر كمان الصويت والصريخ، يعني ده ما شاء الله في حياتنا كل يوم بنسمعه. يعني كنت نازله امبارح ستوري، حتى زمايلي دخلوا وعلقوا لي عليها ايه فيديو كده لبنوته لطيفه جميله وبتضحك من قلبها، ومكتوب على الفيديو ان لما تلاقي حد بيضحك كده طول الوقت قرب عليه وطبطب وقول له كفاياك وجع. احيانا كتر الهزار وكتر الضحك وكتر الابتسامه اللي ممكن تشوفها على 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 شخص ما مش بيكون معناها ان هو بيخلو من المشاكل او بيخلو من الضغوط او بيخلو من الوجع، ده ممكن يبقى قمه الوجع اللي هو فيه مخليه عاوز يظهر بشكل مختلف خالص عشان لا يشيل الناس همه وعشان يقدر يخرج نفسه يمكن من الحاله اللي هو فيها. حاجه تانية بقى عارفه على المنتجع ده نسيت اقولها لك، ان هم بيستخدموا العصيان، بيروحوا مثلا في الغابات او كده وان هم ايه عارفه اللي هو يضربوا بيها كده بعنف بوشز. شديد لا مش بوشز، لا ما يقدروش يحصل لهم مشكله في البيئه يعني تاكلهم الدوله في الهواء عارفه في حاجات بالعصيان بتتعمل زي لعبه الاطفال دي اللي بيكسروها لا وفي رياضه تانية بس انا مش فاكره مش متذكره اسمها، فيها شغل كتير قوي بالعصايه. بس احنا شعب اصلا صوته عالي، شعوب دول البحر المتوسط كلها صوتها عالي ولاودي ولاود كده، وفي الحلو وفي الوحش بتتكلم بايديها كتير ونزغرت في الافراح ونصوت واحنا متضايقين. فاحنا اظن معاناتنا من مساله كبت المشاعر واحتياجنا المكان نروح نصرخ او نصوت فيه مش متوفر عندنا كتير، يعني غير الناس الرايقه اللي بتكتم في نفسها قوي. بس نوفر 4000 دولار في وسائل تانية كتير اكثر توفيرا. يعني اسال مها بقى بيقولوا لي ليه عاملها للستات بس مش للرجاله؟ ليه الرجاله بتروح؟ الرجاله يمكن ما بيحسوش هناك الرجاله لا عشان ممكن يبقى الستات الاكثر بيكتموا وبعدين الرجاله بيطلعوا ده في الستات وبيكسروا في الستات فمش محتاجين يطلعوا ده في التوتر. ايوه بصراحه يعني أيوة. خلينا نكون ايه صريحين مع الرجاله في اكثر من كده حنيه ربنا يخلينا ليكم. طيب
مكملين معاكم وتقرير معانا مهم جدا عن المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في الدورة ال11. انطلق الأيام اللي فاتت المهرجان، والحقيقة ان هو لقى إقبال ومشاركة فرق كتيرة جدا من مصر وفلسطين ودول عربية مختلفة. وكمان موجود في هذا المهرجان عروض للماريونات ومشارك فيها فرق من أرض فلسطين تعبر عن الفن الفلسطيني والمعاناة الفلسطينية، وإن رغم أي شيء رغبتهم في الحياة وفي الاستمرارية وفي الوجود لن تتوقف ولن تنتهي. تعالوا نشوف مع كل حضراتكم التقرير اللي جاي ونرجع لكم مرة تانية. طبعا احنا عارفين ان الدمى والماريونات والعرائس الشعبية فن مهم جدا، لان مهرجان الطبول والفنون التراثيه ومن ضمن الفنون التراثيه اللي احنا بنحافظ عليها طبعا فاكرين كلنا الليله الكبيره بعرائسها الدكتور ناجي شاكر الله يرحمه. فاحنا بنحاول نحيي ونعيد هذا الفن الحقيقه المهم جدا لمصر والعالم كله اجمع. عندنا ورش احترافية يقدر جدا المتخصص انه يتعرف على هذه العرايس بيتم صناعتها منين، من اول الدراما الى التصميم الى وجود هذه العروسة على ارض الواقع. عندنا مفاجآت جوه المعرض الحقيقة بدأت تبقى موجودة بشكل خلانا كمان احنا نتحمس للفكرة. النهارده يوم مميز لان احنا افتتحنا معرض العرايس والماريونات، دي اول مرة اصلا يشاركوا معنا في مهرجان الطبول. دي من ضمن الحاجات الجديدة اللي احنا قدمناها السنة دي، واحنا كل سنة الحقيقة بنبقى حريصين ان احنا نقدم جديد عن السنة اللي قبلها. معرض عرائس متحرك، يعني أي أسرة بأطفالها اللي خلصوا امتحانات هيجوا بيت السناري بداية من الساعة 5 مساء هيشوفوا عرض للعرائس في أكتر من كوان، يعني هم أكتر من موضوع، فدي حاجة جميلة جدا للأسر المصرية. احنا عارفين إن المهرجان شعبي وملتحم شوية بالثقافة المصرية، فحبينا نشارك وحبينا كمان ننشر ثقافة دولة بوليفيا في مصر، لأن كمان بوليفيا عندها ثقافة واسعة ومتنوعة كتيرة جدا. على الرغم من الزخم الذي يحققه مهرجان كان كل عام، ولكن دورة 77 وبجانب الأفلام والفعاليات كانت حارسة الأمن على السجادة الحمراء مع حل اهتمام كبير وواسع من جميع الصحافة العالمية. أثارت حارسة الأمن الجدل وتساؤلات عن هويتها بعدما شهدت تدخل في صراع مع نجمات على السجادة الحمراء في أكثر من فعالية مختلفة. أول صراع قامت به الحارسة كان مع المغنية والممثلة كيلي رولاندا، حين حاولت أن تقف للكاميرات ولكن تدخلت الحارسة لتحجب رؤية المصورين وتسرع من حركة الفنانة، والتي تسبب في انفعال كيلي أمام عدسات الكاميرات، لتصفها كيلي فيما بعد بأنها تعاملت معها بعنصرية. بعدها انتشر مقطع لنفس الحارسة وهي في خلاف مع الممثلة ماسيل، حيث كانت تحاول الأخيرة عرض فستانها الطويل بأكمله والكشف عن لوحة المسيح المطبوعة عليه، ولكن استعجلتها الحارسة وحجبت رؤية المصورين ما أثار غضب ماسيل ودفعتها بقوة. ومن بعدها انتشر فيديو آخر للحارسة وهي تمنع المغنية الكورية يونا من الوقوف أمام الكاميرات، ولكن يونا تجاهلت الأمر ودخلت إلى المسرح. وحتى الآن لم يتم الكشف عن شخصية المرشدة على مرأى الجميع، ولكن انتشر أنها امرأة فرنسية تعمل بعقد قصير الأجل مع المهرجانات. دفع بعض العاملين على المهرجان عن الحارسة قائلين إنها مرشدة تقوم بعملها، لم يكن هناك أي توبيخ أو دفع، الأمن والأمان هما الأولوية،
وهناك قواعد وجداول صارمة يجب الالتزام بها حتى من الفنانين. فيما قال البعض أن حارسة الأمن تعمدت القيام بهذه الأفعال بسبب العنصرية، ليرد أحد العاملين في المهرجان على هذا الأمر قائلاً: اتهامات العنصرية حقاً سخيفة، لأن الحضور كانوا من مختلف الخلفيات ولم يتعرضوا لتفرقة. ياسمين جبريل، الستات ما يعرفوش يكذبوا. يعني هل طبيعي اللي حصل ده؟ دي الدورة 77 لمهرجان كان، وحارسة الأمن يعني بتلمس الناس. وهناك المعروف في أوروبا في أمريكا وكده إن مثلا مش زي عندنا، شو ممكن مثلا حد يشدك أو دي ممكن تدخلها السجن يعني. وهي كانت اللي اتقال ان كان في عنصريه شديده. يعني شفتي عمرك المنظر ده وتتخيلي ان حارسه الامن دي تاخد الترند من الممثلات ويبقى هي الضوء عليها؟ بصي، فكره انها تكون قاصده وده طريقتها في التصرف عشان تبقى ترند، انا مش مقتنعه بيها قوي، مع ان في بعض الناس بيقولوا انها يعني اصبحت فعلا ترند. بس هي فكرة يا جماعة حتى لو ما لمستش فعلا، ما وصلتش مرحلة انها بتلمسهم، طريقتها في التحجيز عليهم بايخة وسخيفة. حتى لو في جدول مرتبطين بيه ومواعيد معينة ودقائق او ثواني معينة لكل نجم وكل نجمة بيطلعوا، طريقتها سخيفة وبايخة. وانا بصراحة مع كل واحدة من النجمات اللي اتعصبوا عليها، لان اولا الناس اللي بتشتغل في مهنه زي دي في مكان زي ده، مهرجان كان، باليدو فيستيفال، دول ناس المفروض ان هم من اعلى الشركات المدربه ازاي يتعاملوا مع الناس عموما مش بس النجوم. طريقه التحجيز بايخه واصرارها بايخ، ويعني هي تستحق كده واكتر. انا لو مكانهم ربنا بيحبها. بصي انا حاسه، عارفه ايه، ما اعرفش يعني ده احساس الناس اللي هي اتعاملت معاهم كده. كان جالها تعليمات عامة، كان من ضمنهم بيلا حديد. وبيلا حديد معروفة انها اصولها فلسطينية. والناس اللي دعمت فلسطين يعني. فانا حاسة ان هي كانت بتتعامل كده مع الناس اللي كانوا ممكن يرفعوا او يتضمنوا او يوروا حاجة بتدعم فلسطين. بص، لو اتبعنا نظرية العنصرية فهي يمكن هنلاقي كل المشاكل اللي حصلت ما بينها، ما بين ناس من أصول آسيوية، ناس بالزبط. من أصول إفريقية، من أصول عربية. أنا حدثت حادثة بيلا حديد ويبقى من أصول عربية. في الحالة دي قد تكون هذه النظرية صحيحة، ولكن هي تستاهل إن هي يبقى في وقفة. ما عجبنيش دفاع العاملين في المهرجان والإدارة عن تصرفها، وإن هي ملتزمين بجدول وملتزمين بمواعيد. الطريقة ما فيهاش احترافية، ما بنشوفهاش حتى في مهرجانات العربية اللي إحنا بنقول يعني إن هم متقدمين عننا في تنظيم المهرجانات. متقدمين في اي مكان، طريقه مستفزه وتستحق ان هي يبقى في فعلا رد فعل من الاداره، اداره المهرجان، قبل ما يكون رد الفعل جه من النجوم. لا، وان هي تفضل كده ويفضلوا سايبينها يعني يحصل كذا موقف مع كذا حد ويفضلوا سايبينها، دي برضو ما اعرفش، يمكن عندي حس بوليسي اليومين دول. ف ساترك يا عشان بتفرج على سيريز دلوقتي، يعني على مسلسل في ديتكتيف بقى وبوليس وحاجات ساتر واستر يا رب. طيب النهارده ذكرى وفاه، زي ما بيقولوا كده، ايه، معلم الشغلانه او بابا الشغلانه، ذكرى وفاه الكاتب والمؤلف الكبير اسامه انور عكاشه، واحد من ابرز كتاب الدراما التلفزيونيه عبر تاريخها، اللي رحل عن دنيانا في 28 مايو 2010. طبعا عكاشه مع حفظ الالقاب لهذا يعني الكيان العظيم، قدم في مشواره مسلسلات اصبحت علامه من علامات الدراما المصريه، تعتبر الاهم والاكثر متابعه في مصر حتى الان، وفي مصر والعالم العربي. اسامه انور عكاشه كتب اكثر من 50 مسلسل تلفزيوني، غير عدد من الافلام السينمائيه والمسرحيات. ويمكن شهرته اللي بدات وانتشرت الحقيقيه كمؤلف كانت مع مسلسل الشهد والدموع، ليالي الحلميه، الخمس اجزاء طبعا، مسلسل ضمير قبل حكمه اللي كنا بنتكلم عنه طبعا للقديره فاتن حمامه، زيزينيا، الرايه البيضاء، اراباسك. وطبعا في السينما بقى كمان عنده مجموعه كبيره من الافلام، من اهمها كتبت الاعدام، تحت الصفر، الهجامه، دماء على الاسفلت، الطعم والصناره، الاسكندراني. طبعا اسكندراني يمكن تم انتاجه يعني من شهور وظهر بعد وفاته، والناس كلها كانت في شوق انها تشوف احد اعمال انور عكاشه بعد رحيله.
وبالفعل رجعت مرة تانية تظهر كتاباته يعني من جديد، وهنشوف مع حضراتكم يمكن يعني تقرير بسيط. وبرضو ما ننساش راجعين يا هوى رمضان قبل اللي فات، مسلسل إذاعي اللي قدمه الكاتب الراحل، يعني مسلسل عظيم وخرج للنور من إبداعات وأعمال نفتخر بها كمصريين وكعرب. معنا كده تقرير بسيط يعني تقديرا منا لهذا الكيان العظيم المحترم، نشوفه ونرجع مرة تانية لحضراتكم. ولا حمو التمساح يا لا الرايه البيضاء الحقيقة يعني هي في مصر هنا حققت نجاحها غير عادي. مسألة الرجوع للماضي بتثير لدينا، بتبقى لها جاذبية خاصة عندنا، أن نرجع لأيام طفولتنا أو أيام أبائنا أو جدودنا اللي ما شفناهاش. رغبتنا في استعادة عطر هذا الزمن البعيد. أنا السؤال والجواب، أنا مفتاح السر وحل اللغز، أنا بشر عامر عبد الظاهر. اسكندرية تاني وآه من العشقياني والرمل الزعفراني عالشط الكهرباني. إنما هو الحلمية والشهد والدموع. نعم. إحنا عندنا جميعاً ما يسمونه النوستالجيا. الحنين للماضي. تحت نفس الشمس فوق نفس التراب كلنا بنجري ورا نفس السراب. احنا النهاردة معانا الإعلامية الجميلة نسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة. أهلا بيك يا نسرين. حبيبتي اهلا بيكي وتسلمولي وانتم منورين الدنيا دايما. منورين بوجودك معانا طبعا ابنة القامة والقيمة، وانت في حد ذاتك طبعا شخصية كلنا نفتخر بيها ومنورة الدنيا كلها. تسلميلي على راسي والله. نسرين دلوقتي يعني انت ابنة الكاتب العظيم أسامة أنور عكاشة، 14 سنة ومحدش بيقدر ينساه حقيقي، ولغاية آخر أعماله اللي احنا شفناها كان راجعين يا هوى وفيلم الإسكندراني، وإحنا برضو مش بننساه. لو سألتك لو سألتك مثلا أنت تختاري أفضل حاجة أنت بتحبيها الكاتب العظيم أسامة أنور عكاشة. بتحيروني. ما هو كله يحير يعني، شهد والدموع، ليالي الحلمية، زيزينيا. الحمد لله. بصي انا دايما بروح للحاجات اللي فيها ابعاد انسانية اوضح قوي. يعني مثلا انا احب جدا شهد والدموع وابو العلا البشري. يمكن ابو العلا البشري كمان لاني بحس بابا فيها، يعني بحس ابو العلا بابا. فبالنسبه لي له مكانه خاصه كده. احب برضو الحب واشياء اخرى جدا. ايوه جدا. طيب نسرين، يمكن طبعا يعني المعروف دايما ان البنت حبيبه ابوها ودلوعه ابوها، وهي الطيبه الحنينه اللي يمكن حتى ممكن تهتم بابوها اكتر من مامتها ومن زوجته. اكتر المواقف اللي دايما بتفتكريها كده تجمعك بيه، سواء كانت المواقف الحنينه او اللي كان فيها وقفه لا ووعي وازاي وحزم كده، ايه اكتر حاجه بتفتكريها له؟ بصي انا افتكر مواقف كتيره جدا كان بابا فيها حنيته تغرقنا. يعني كنت انا واخواتي البنات كمان واخدين دايما حنيه الدنيا منه. وعايزه اقول لك انه اكتر وقت انا ذكرياته بتهف عليا كتير قوي دلوقتي، لما كنت انا صغيره وطفله يمكن لحد مثلا سن المراهقه كده، من اصغر سن ابويا كان يقعد يلعبني ويضحك معايا ويهزر معايا ويحترم عقلي وهو بيتكلم معايا. يعني ويحن وياخد دايما حتى فكره ان قعدتنا لازم تبقى دردشه فيها ضحك وفيها تبادل افكار. الحكاية دي كانت عاملة كده حالة خاصة بيننا كبنات وبين بابا طبعا. أيوة. وفكرة انه مثلا من اكتر الاوقات في نفس الوقت اللي افتكرها له قوي، انه لما يدخل يلاقيني انا او حد من اخواتي تعبان. انا اذكر مرة انا كنت عاملة عملية وخلاص وفي فترة النقاهة بس تعبانة شوية، دخل يدمع قاعد جنبي على السرير بيدمع مجرد انه شايفني كده.
فانا الحاجات دي بالنسبه لي وحاجات تانية كتير يعني. طب اول يعني اول مره كده يعني قصه حب عشتيها حبيتي هذا الكاتب الكبير اللي تغلغل جوه نفوس ومشاعر وقلوب المصريين بكتاباته، تحسي كان عايش جوه كل واحد فينا. اول مره حبيتي رحتي قلتي له، عارف من بره عمل ايه، قال لك ايه؟ لا كنت بتكسف اقول له فكان ولانه برضو كانت حاجه افلاطونيه قوي كده يعني ساذجه جدا، فكنت انا كاتماها قوي، بس هو كان حاسس. فكان وقتها دايما يجي كل شويه يجي ينكشني وهو حاسس ولقط كل حاجه على فكره، ويديكي نصيحه كده تقالي مثلا مش عارفه ايه، ويجي الاول طب احكي لي، مش احنا اصحاب، احكي لي لو في حاجه عملتي ايه في كذا، طب يجر في كلامي وانا ابدا. فيبدا هو بقى يرغي ويحكي لي حكايات مشابهه وازاي احنا ممكن يكتسب مني حاجات لما انا احكي له عن حواديتي وحواديت اصحابي وهكذا يعني. طب استاذه نسرين، هو كان هسالك على حاجه تانية بقى في شغله. احنا دايما بنفتكر تترات المسلسلات وحافظينها، هو اقرب تتر ليه كان ايه؟ هو اشتغل مع عمالقه زي عمار الشريعي وزي سيد حجاب يعني. فكان التريو ده يعني عظيم. ايه اقرب تتر ليه او هو كان بيحب يدندنها مثلا؟ هقول لك، بصي هو عموما هو التتات كان بيبقى راجع منتشي جدا، خصوصا مع اسماء زي الكبار اللي ذكرتيهم طبعا. بس انا مثلا افتكر انه وقت مثلا زيزينيا، ايوه يا سلام، بحبها جدا، هو كان منتشي بيه جدا التتر. واعتقد بصي في ثلاث حالات اذكرهم، وقت زيزينيا كان حابب قوي، وقت ارابيسك برضو كان مبسوط طبعا. وقت ضمير قبل حكمة الموسيقى العظيمة بتاعت عمر خيرت برضو يعني، كان هو برضو حاسس انه في حالة راقية مبسوط بيها. بس فكرة انه يدندن، اتخيل انه دندن مع زيزينيا يعني. ايوه كلنا دندننا مع زيزينيا. انت بتحكي وانا خلاص الاغنية اشتغلت في مخي، وما تسرسبيش يا سنيننا من بين ايدينا. الله عليكي. طب اكتر حاجة وحشاكي في ابوكي ايه؟ اكيد كل حاجة، بس اكتر حاجة يعني نفسك يرجع ولو دقيقة تعمليها. وحشني يعني، مش هضحك عليك، وحشني سنده ان هو ظهر قوي. بس حنيته كمان يعني، حنيته كانت مغرقانه، وانه كان قلبه ضعيف ناحيتنا واحنا نقطه ضعفه، فده كان بينتج عنه تصرفات حنينه كتير قوي. دي انا من غيرها يعني، انا عايزه اقول لكم ان انا السنه دي 14 سنه، واليومين اللي فاتوا كنت بتاثر وعيط فجاه لما فكرتيه، بسبب ان انا مفتقده حاجات زي كده. وقت الشده بالذات بس بفتقد وجوده يعني. كل بنت طبعا بتفتقد وجود ابوها لو كان يعني مش موجود في الدنيا، والف رحمه ونور عليه، امتعنا وترك اثر وبصمه ونسل نفتخر بيه. يا رب يخليكوا ليا، تسلموا لي والله، تسلموا لبابا. شكرك يا نسرين، نورتينا، وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته وهو عايش معانا باعماله. اكيد طبعا. هنروح لفاصل سريع. قبل الفاصل عاوزين نقول الفقره اللي جايه اوعوا تفوتوها، معانا دكتور عاصم فرج يعني اكسلانس التجميل والامراض الجلديه. جهزوا كل الاسئله اللي عندكم على صفحتنا على البوست بتاعه، عشان بعد الفاصل نرجع بالاسئله على طول. صح؟ صح. يلا. مرة تانية رجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل في الفقرة المنتظرة دايما كل يوم ثلاث من كل حضراتكم، اكسلانس امراض الجلدية والتجميل، استاذ الدكتور عاصم فرج. وموضوع حلقة النهاردة الموضوع اللي هو يعني يثير علامات استفهام كتيرة، هل ممكن بالفعل يبقى فيه وقاية من بعض الامراض الجلدية؟ هل ده متاح تحقيقه؟ هل ممكن يبقى فيه تنبؤ بحدوث امراض جلدية معينة قبل ما تحصل؟ اسئله كتيره جدا هنعرف النهارده من الاستاذ الدكتور عاصم فرج اللي منورنا ومنور الدنيا. كل سنه وانت طيب. الله يخليك والله يخليك، ربنا يكرمك. دكتور عاصم، وعايزه اول سؤال كده نبتديه، هل فعلا احنا ممكن نتنبأ بامراض جلديه معينه، نعرف قبلها، نشوف يعني بيبان حاجه؟ عارفه انا بضحك ليه؟ لان ليلى فشلت انها قالت ان الاهلي هيخسر ايه، والاهلي كسر لها كل تنبؤاتها الحمد لله يعني، والاهلي كسب. كذب المتنبؤون ولو صدقوا. الصراحه انا عدتها دي مرات عشانها بس، انما المهم انها طلعت. بس ينفع اتنبأ، بس هو مش تنبؤ، هو خطوات علميه.
يعني ايه خطوات؟ يعني بيظهر حاجات معينه مثلا. انا 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 يعني كبير يعني عندي حب شباب ساب حفر ما اتعالجتش، وحاجه صعبه قوي ان انا الاقي نجوم سينما ما بدون ذكر اسماء وشهم محفر. يا نهار اسود، ما كانش عندك يا ابني ثلاث تعريفه وانت صغير تتعالج؟ صعبه قوي. يجي بقى نشوف المنظر ده واشوفه هو ومراته لاجل الحظ ويجيبوا العيال. لو طلع لهم حبه واحده العيال قبل ما يطلع لهم يبقى ضروري اعالج العيال قبل ما يطلع لهم حبوب. دي نقطه مهمه جدا. يعني دي نقطه مهمه وبالتالي لازم حضرتك تعيدها. ان لو اتنين عندهم حب شباب وطلع للولد حفر حته حفر دي يعني ايه بها؟ انها سكار برون. سبع علامة. سكار برون. يعني ايه كلمه سكار برون؟ يعني برون يطلع له حفر، استعداد انه يحفر. ما تفرقش بقى انه كتير قليل واحده. لا ده سكار برون. يبقى هنرجع تاني ونقول اول تنبؤ باول نبوءه ان هي لو هيطلع للعيال حب شباب لا محالة هيطلع ومش هيطلع وبس وهيحفر. العريس جه الله بتاع ده واد مركزه كويس والكلام ده كله، انما عنده حفر حب شباب. مين هينقرها؟ الدكتور الجلديه اللي صاحبهم يعني، فهيقول لهم والله كله هينقرها يا دكتور العروسه وكل. هو مهم ان احنا نعزم دكتور امراض جلديه في وقت الخطوبه يعني اوقات الفرح ده شيء مهم عشان يعرف يتنبأ بقى بكل المشاكل. ما هنقول لهم وهو اللي انت بتقوليه ده صح قوي، هنقول لهم خدوا بالكم بس اول ما يجي العيال في الاول هنبقى نقول عليهم دول يا جماعه سكار برون. هنعمل لهم ايه؟ اول ما تطلع قبل ما تطلع اول حبه هنعالجها. هنعمل لهم ايه؟ هنديهم حاجات ترطيب. هنعمل لهم ايه؟ هنلاقي الحبه طلعت هديهم سو ايرلي على راي الامريكان هاو ايرلي، بدري قوي ايزوتريتينول. طب عايزه معلش عايزه برضو اسال حاجه، في كتير قوي من حب الشباب دكاتره الجلديه بيعالجوا برو اكيوتان. ما هو ده اللي انا بقوله بس ده الاسم الجينيريك. بس كتير قوي يا دكتور بيخافوا من رو اكيوتان ده لان بيقولوا انه بيجيب اكتئاب من اول السايد افكت. نحن دي مصر يعني نتميز بالاشاعات العلميه. انا متاكد منها او ما اعرفش حد واحد بيقف في الاتوبيس يقول حد ده بيعمل كده فكلهم يصدقوه. ما اعرفش منين بيعملوا حاجات، تقعد تشرب سيجاره من سيجاره سيجاره من سيجاره تقول لي لا قال المينوكسيديل ما خدوش على شعري ابدا. ليه خايفه من ايه يا مدام؟ تقول لي لا انا خايف هيوقع لي شعري. يعني يا مدام اللي انت بتعمليه ده قدامي 10 سيجارات في الدقيقه مش خايفه منه؟ لا ازاي؟ يبقى احنا هنقول تاني وتالت ورابع. اول حاجه الديتكت او ايرلي ديتكشن من ان ده العيال 100%. انا مش بقول لك 90%. يا ويلو اللي بيفتي لو وقع في ايد دكتور عاصم. يا ويلو يا سواد. الا الفتاوي. انا بس عايزه اقول حاجه لان جاي لنا طبعا على الصفحه تعليقات كتيره، بس في تعليق غالي وعزيز لانه من ناديه من فلسطين، هي مقيمه حاليا في الاردن وعندها سؤال بتقول لحضرتك انا بيطلع لي او بيسمر منطقه الكوع والركب بالذات في الصيف، هل ده ليه اسباب معينه وليه علاج اقدر يعني طبعا نقص الفيتامين؟ طبعا نسلم عليها كلنا وربنا يخليها لنا. وانا عندي في العياده منهم كتير. هنعمل ايه؟ هدول السان سكرين وهي كمان قبل ما ده يحصل. هتلاقي العيله كلها، ودي برضه انا من الحاجات اللي كنت هقولها، العيله كلها غامقين من هنا او من هنا ووشهم والباقي كله ابيض. ده ايه؟ تعرض غير محمي للشمس. تعرض غير محمي للشمس. سان بروتكشن لوشنز. فضروري السان سكرين اختيار الجيد لنوع الفوتودير. هنقول مثلا فوتوديرم سبوت. ليه انا اخترته ده؟ ليه؟ ان الشمس عندها غمقانها بيقلب لغمقان وسواد. فضروري اختار السبوت انها حمايه وتفتح في نفس الوقت، ودي تعملها مرة واثنين وثلاثة واربعة. طيب حاجة تانية مثلا الاكزيما. يعني كتير جدا خصوصا التأتبية. ما يعني لسه كنت هقول لحاجة التأتبية بالذات. دي بنعمل فيها ايه وتتعالج ازاي؟ ودي عند ناس كتيرة جدا وراثية برضو. تلت هي وراثية. تلت الناس برضو. خلينا نرجع للمثل بتاع العريس اللي راح
وراح لقاهم كلهم بدون استثناء اول ما بيفرحوا او يزعلوا او كده يبتدوا يهرشوا في ظهره. دول العيلة دي اكزيما تقتبية برون، عندهم استعداد ان هم جلدهم جاف. فده برضو صاحبهم بتاع حب الشباب وبتاع بتاع الدكتور الجلدية قال لهم حاسبوا ان العيلة دي ما فيهاش حاجة، ده مش حاجة وحشة يعني. انما عندهم استعداد انهم يجيلهم دراي سكين، ده تأتبي ودي تأتبية، اتجوزوا نطروا العيال. طب ممكن كلهم تأتبي. ممكن اعرف الاكزيما العادية والتأتبية يعني الفرق بينهم الوراثة. اوكي. يعني انا ممكن مش انا يعني ولا حضرتك بطاس نحطه هنا هيجي لي إيريتان درماتايت. إيريتان درماتايتس يعني اكزيما. اكزيما رباط البيوت عندنا اشهر مثال. بتقعد تشتغل في البتاع وهاتك يا هاتك يا هاتك وتلاقي ايديها باشت. دبلة مضروبة لبستها مش عارفة ايه، قال لها خدي دي عشان حبنا الوحيد وبتاع والكلام ده، وتطلع ولا فيها ذهب ولا الماس ولا اي حاجه، فيطلع كذاب اصلا، فيطلع كذاب في الاخر. لانها هتروح تبيعها هتلاقيها لا لا يوم الراجل رميها قدام. يا عيني والله. طب والله شوف بقى الستات يا عيني غريبه وبيصدقوا. بس الاكزيما دي ساعات بتطلع من الكبت بتاع المشاعر السلبيه اللي بتتحط فوق دي. فالمهم بقى تعمل اكزيما نوعين هنا، اكزيما بنسميها اكزيما ملمسيه. اكزيما ملمسيه دي منتشره جدا جدا جدا. اتفضلي يا طيب. دكتور علاء يمكن في نفس الموضوع بتاع الاكزيما والهرش والكلام ده في اسئله كتير قوي على الصفحه، منهم متفائله في زمن الياس ما شاء الله. يا سلام. السلام عليكم، لو سمحت يا دكتور، اخويا كان عنده حساسيه في جسمه وبعدين الحساسيه دي اتنقلت للبيت كله، واستخدمنا صابون الكبريت وايفرين لوشن وفي حكه وسايب اثر مكانه، نعمل ايه لو سمحت؟ بس هو مكسوف يقول عنده ايه، بس احنا هنقول عنده ايه، عنده جرى. لانها معديه وهي منتشره اصلا ما تتقالش بطريقه يعني هقول لكم يجرب، بس هي جرب يعني جرى. فجرب ده منتشره قوي ومعديه جدا. لكن الايفرزين ده ليه؟ لان بلاش الكبريت لانه ريحته وحشه جدا. طب بيجي من ايه؟ لسه بيجي من ايه؟ عدوى. عدوى. عدوى من ايه؟ ومحدش يزعل مني، كل الاوتيلات وكل الاوتيلات النجمتين والثلاثه واللي ما فيهاش كليننج بنظام بتاع ده. عشان كده انا بقيت اشوف ناس كتيره ما عارف يعني بيروحوا بالفوط. بيروحوا الاوتيلات وكده واخدين فوطهم معاه. المهم لانها عدوى بتطلع بسرعه. في مصدر عدوى في ناس شياكه قوي، الكلاب. والكلاب وتقول لك قال لك كلبه بتاعتي، قال لك القطه بتاعتي، قال اوعى تمسك مش علاه ده، انا موت نفسي بس ما تقوليش امشيها. الكلام العبيط ده كله ده بيعدي بس انيمال اورج. بس الكلاب بقى اللي بتخرج بره وفي البيت وكده. صح. اللي هي اصلها خارجه واحده معلش يعني. بتختلط بكلاب الشارع. تقول لها كوكي رجعت بعد 10 ايام، يا ماما يا ماما يا ماما كوكي رجعت، اللي هي القطه. فده بتاخد كل انواع الجرب اللي في الشارع وترجع لها. تمام. انا ماشي. فنعمل لها ايفرزين واكتوميسرين. وده كويس جدا ويعالج النو تايم. على فكره الدواء التاني دوت ينفع كمان للنمل والصراصير في البيت. صح. بالمناسبه يعني مش عايز اقول الاحسن هينزلوا دلوقتي يخلصوهن من السوق. ارخص حاجه للصراصير والنمل اللي في البيت ده ادويه الجرب. ده صدقه العلم بتاعك دلوقتي. ادويه الجرب ايه؟ تتحط كده على الاركان تموت. يعني ايه؟ بتموتهم كلهم، تموت الصراصير والكده، فيروح يجيبوه. ده اصل ده مدعم من الحكومه. والله العظيم يعني الحكومه مش ناقصه يعني، بس ده مدعم من الحكومه. فياخدوه ارخص من النقط نقط نقط اللي هي الجاهزه للحاجات دي. شفتوا انا ناصح ازاي؟ عشان ما اقولش لا على طول على طول يا دكتور. والله حاجه كمان. لو قلنا عن تساقط الشعر، لو مثلا الاب عنده صلع، الام عندها شعر خفيف، يعني اول سؤال بساله لما ولد وصغير وشعره خف وابتدى يجي عنده بولنس، اول سؤال باباك اصلح، عمك اصلح، خالك اصلح، جدك وجدك التاني، اخوك الكبير، احتماليه عاليه قوي. فضروري نبتدي نعالجهم بدري. ده برضو من حاجة يعني، انا لما حاجي احط له، اذا كنت هحط له ريجن، اذا كنت هحط له مينوكسيديل اللي هو يعني عامل لهم بعبع حلو، مينوكسيديل لا، في نستورة
في ناسترايد اقراص بس تحت اشراف الطبيب. والمهمه يعني ديرماكتيف بتاع اللوسيون، ديرماكتيف شامبو. طب الحاجات دي يا دكتور بتنفع فعلا ولا اللي بيحصل لهم الصلع ده لازم ات سام بوينت او في وقت ما لازم يروح يزرع؟ طب فرحان بيكي ليه؟ دي مناقشات علميه على مستوى يعني اساتذه في امريكا. والله العظيم ما بجاملك يعني، لان الراجل في امريكا وبتاع يقول له هو البولت والبي بولت. ده اعترضوا عليه بشده واثبتوه هو الاسكار والاسكار. خدي بالك دي نفس التيمة. ليه؟ اللي هيحفر مش هتعرف تمنعه انه يحفر لان الوراثه قويه. لا بقت كل اللي انا عمال اقوله ده بتمنع 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 البروسيس. فانا هقدر امنع الصلع 100% هقدر امنع. شفت بقى حتى الاجانب بيطلعوا اشاعات اهو مش بس المصريين. شفت هو بقى طيب بتوع الاشعاعات مش هو دي صفه بشريه عامه. طب في دكتور نسيمه من الجزائر بتقول لحضرتك، بتسلم عليك طبعا، وبتقول لك انا اعاني من التعرق الشديد في الوجه في الصيف مما يسبب لي احراج، هل في علاج؟ انا بشرتي بيضه مختلطه. وبالمره برضو في سؤال غريب، سبب الهرش في الرجل او في الرجل؟ انا مش عارفه هي بعتها هي كده الرجل. وعلاج التشققات لا ما هي بقى بالتكمله يعني يعني الرجل. ناخد نسيمه الاول. نسيمه اللي بتقول على هم في اولا بنسلم على الجزائر ودول من زمايلنا يعني قريبنا. نسيمه كمان انا يعني كان عندي ضيوف جدا من الجزائر والله ضيوف يعني جامدين. المهم اللي عايز اقوله ان احنا فعلا الكلام ده صح، فعلا 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 الكلام ده صح. انما انا هقول لها لما تيجي تهرشي تعرق وش وايد، ما انا هقول لحضرتك تعرق هنا في الايد وتعرق تحت الابط وتعرق في الرجلين. ده ضروري نعمل له بدري بدري بوتوكس. بنعمل له بوتوكس على فكره 5 دقائق بوتوكس هيضيع العرق كله وبنضيعه بنسبه 70%. انما ما اعرفش اقول هذا، انما بيتساب ساعات يا عيني ما يدخلوش العسكريه. اللي داخل الامتحان بتاع العسكريه مش هينفع يقبل في الكليه الحربيه وايديه عرقانه. بتاع السلاح بيزحلق اول حاجه بيشوفوها بس عشان هم عارفين طبعا اساتذه هناك في الكشف عارفين ان دي بعد شويه هتنشف وبعد شويه هيعرق تاني. المهم اهم حاجه زياده التعرق فيه هنا شكوتين. زياده التعرق بدون ريحه ما حدش يتضايق مني، وزياده التعرق بريحه تفرق. ده نهار اسود طبعا 180 درجه. هو هما بيلاقوا البنت دي عنهم كلهم لما ياكلوا في البيت حاجه بالحلبه متاسف والبسطرمه وكده، هي يعني الوحيده اللي تضرب في كل حته. لكن هما لا. ودي استعداد للغدد الابوكراين، الغدد اللي هي تحت الابط وكده. طيب هنعمل ايه؟ سهله قوي، هنبتدي نديها بوتوكس تحت الابط نمنع التعرق. الريحه ما راحتش ونمنع البسطرمه لا والريحه ما راحتش. الريحه ما راحتش، امال نعمل ايه؟ قطن في قطن في قطن. والفرنساويين يقول لك مسلوق مسلوق لمده 3 أسابيع يطلعوها من الجلد. مسلوق ما ولا بهارات. يعني نعمل ايه؟ اكل يعني الاكل علشان نطلع الريحه. هنستوي الاكل يا مها مش المريض يا مها. مش المريض. لا لا فهمت حاجه. لا ولا يهمك. معلش انا بتكلم بسرعه. لا لا فهمت. طب بس كده. مش هنسلو المريض. طيب نكمل من على الصفحه. في اسئله كتير يا ميهو على فكره. في بتقول لحضرتك نيفين صالح، الترطيب والترميم اللي بيتعمل في البيوتي سنترز للشعر، الترطيب والترميم هل ده ليه اثار سلبيه على الشعر؟ 100% بيوقع الشعر كله، بيقصفه وبينشفه. ده بقت موضه عند البنات الصغيره كمان، امهاتهم بتاخدهم يعملوا لهم شعرهم كده. طبعا بتعمل لهم هي الاكسكيوز بتاعها ايه؟ يا جماعه اصلها بيتنمروا عليها في المدرسه. يا جماعه اصلها كده. والله انا بنصح دايما وانا مش دكتوره بعدم ما يلمسوهوش. حد يعمل التريتمنت بتاع الشعر ده. لا ليه؟ لانها الحاجات دي هم يسموها بوتوكس، بيسموها حاجات كتيره كولاجين بوتوكس كيراتين. هو في الاصل ده كله كيراتين. علشان ناخد كيراتين امن ضروري يبقى زيرو فورمالين.
زيرو فورمالين، وحضرتك مش انتوا يعني حضرتك تبقوا تشوفوها مكتوبه زيرو فورمالين. وزيرو فورمالين ده هيجيب نتيجه؟ اه بس بياخد هم كتير بالنسبه للي بيعمله. هم كتير جدا، مره واثنين وثلاثه واربعه منما امن. طب وهو مش امن ازاي يا دكتور عاصم؟ زي الصبغه، الصبغه ضروري تبقى فورمالين امينو فري. ملهاش ريحه. سيبوك بقى ما بعرفش اقرا، ما بفهمش انجليزي، ما بفهمش جلد. شمه البتاع، شمه نفتح ده نفتحه لو حد ما يعرفش ريحه النشاده، امونيا وصلفت وحاجات اللي هو بتعطسوا بيها. يعني عينيهم هتدمع وهيعطسوا، يبقى دي امونيا فري في الصبغه، فورمالين زيرو فورمالين في الكيراتين، وتلاقي الدنيا فردت قوي. العيال الصغيره يا عيني لو قلت لها هشيل نص شعرك بس تتفرد بتبقى مبسوط. بالظبط. حاجه تانية يا دكتور بقى، التهابات الشمس والتحسس الضوئي. ناس كتيره بتسال عنه، ده بيجي يعني نعالجه ازاي؟ ده سهل. انما ايه اللي اهم فيه؟ بيجي لمين؟ عقاب، عقاب للبيض الحلوين. يعني اللي هو البيضه البيوضه الحلوه ديت هتتضرب شويه شمس، شويه شمس، حتى شمس بعض الضوء. البيض حلوين والسمر حلوين. لا ولسه هنقول السمر احلى. انما اللي اهم بكتير خالص، يبتدي يحصل لهم ايه؟ يبتدي يحصل لهم ضروري يحطوا الفوتو ديرم، ويختاروا الفوتو ديرم الكويس، فوتو ديرم سبوت او الفوتو ديرم اكوا. الفوتو ديرم اكوا ده اهم كريم معاك في الصيف، علشان الصبح يبتدي مره واثنين وثلاثه واربعه. لو مامتها بتحمر بدري قوي برضه هي هتحصل لها كده. يعني خدي بالك ان التلات اربع حاجات اللي قلناهم في الحلقه دي اللي مورفين، ولازم نحطه فعلا يا دكتور كل نص ساعه. لا مش نص ساعه، هو لو اتحط كويس الصراحه ساعه. ساعه وساعتين. ساعه وساعه بس اتحط كويس. في انواع تبقى بيرتيند. يعني تقعد، وفي انواع طبعا غاليه، اليوسرين انا بتكسف اقوله. لانه حاجه بس الصراحه يساوي فلوسه. نعم. يعني انا عايز اسال اسئله كتيره جدا على الصفحه بس للاسف قالوا لنا الوقت خلاص. لا قولي بسرعه انا هجاوب لك في نص دقيقه. الوهاء يا دكتور بالله عليك، جسمي كله اتوحد لونه بس في اماكن في الرقبه والايد اغمق من جسم، ولون الجسم طبيعي في اماكن اغمق مع ان اللون اتوحد خلاص، ليها علاج ولا لا؟ هي حجر. لو اكتر من 85% من الجلد ده بقى بهاء، الحته الزياده دي بقوا بيشيلوها. اوكي، محلوله ان شاء الله. لا بس هي لها اضرار، ده زي مايكل جاكسون انا كل مره اقول زيه، جاله سرطانات جلد. يعني هو جاله سرطان لان شال، وحتى لما مشي بالشمسيه في كل حته برضه جاله. فاللي احنا عايزين نقوله كده حماية بالصن سكرين إذا مصد. يعني حماية 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 حماية، لكن روكس توب نزل السوق. كنت بتكلم عنه الحلقة اللي فاتت. روكس توب ده نزل السوق، ده بره أنا مش هتكسف بره ب 2500 دولار. أنبوبة قد كده. هنا نزل 2000 جنيه إن شاء الله. لكن الإعجاز اللي نزل في السوق اللي هو رينفوك. إيه الرينفوك ده يا جماعة؟ أول دواء أقراص ابروفد للبهاء. الله الله يبشرك. يعني قرصين وخلاص. الله يبشرك بكل خير. اسمه رينفوك. رينفوك. من سن كام ينفع يتاخد يا دكتور؟ رينفوك كنت. من سن كام ممكن يتاخد الرينفوك؟ من ايوه السن 16 سنه و18 ام نزل 12. من سن 12. الله يبشرك بالخير. رينفوك ده بس رينفوك. حاضر. ما حدش يسأل على سعره والنبي. مرة جاية يكون سعره نزل إن شاء الله، وأشكرك بشرة خير لكل يعني أهلنا وحبايبنا من مرضى أو صحاب مرض البهاء. دكتور عاصم فرج يعني دايما بيمتعنا بروحه الجميلة وبعلمه الغزير، نورت الدنيا كلها. أنت اللي نورت الدنيا. نورتنا يا دكتور. الله يخليك. بعد الفاصل هنكون مع حضراتكم، أوعوا تروحوا في أي حتة لأن هنا البهجة، هنا تبدأ السعادة. أيوه صح. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا. هنتكلم النهارده عن رياضة بتجمع بين القوة والمرونة والإبداع، حركات سريعة ومختلفة فيها سلاسة وجاذبية ملفتة لأي حد بيتابعها.
النهارده هنتكلم اكتر عن الجمباز الايقاعي، ايه هو ويا ترى ليه في بنات كتير جدا بيشاركوا فيه وبقت رياضه مفضله ليهم. هنعرف اكتر من بطلات اللعبه اللي شاركوا فعلا في بطولات كتير وحصلوا على جوائز فيها، وده اللي هنعرفه من ضيوفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو. ساره تامر لعبت جمباز ايقاعي حاصله على مركز اول وثاني في بطوله دبي، وسيليا مصطفى حاصله على مركز اول في بطوله البرتغال واول في بطوله دبي كمان، ومعانا المدربه والحكم الدولي استاذه ساره عبد اللطيف، وكانت بتمرن المنتخب للفريق الجماعي. معانا المهندسه مي عصام مديره منتخب مصر السابق، مدربه منتخب مصر السابقه. منورنا النهارده، مبسوطين ان انتم معانا جدا جدا. منورين الدنيا كلها. ويمكن اكتر حاجه بتميز هذه اللعبه اللي انا بسميها لعبه الفن، ان تلاقي كل اللي بيلعبوها زي القمر ما شاء الله، صغير وكبير، فمنورين الدنيا كلها. وهنبدا بقى ايه بالصغيرين الاول عشان احنا كبار ونستحمل. اوكي. ابدا بساره. ازيك يا ساره، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه الجمال ده وايه الشياكه دي الاولا يعني؟ شكرا. طيب قولي لي بقى يا ساره، انت ليه اخترتي تلعبي لعبه الجمباز الايقاعي؟ وهل انت اللي اخترتيها ولا مامتك مثلا او حد؟ لا يعني انا ومامي يعني اتناقشنا في الموضوع. اتناقشنا ده. ما شاء الله. ايوه. يعني ان انا ادخل الجمباز وكده، بس الحمد لله انا دخلته عشان هو بجد بيدي ثقه بالنفس، وكل الكباتن اللي انا كنت معاهم بيشجعونا لما ندخل البطوله ومش بيخلونا متوترين خالص واحنا في البطوله. انت بداتي وانت عندك كام سنه؟ 4 سنين. ولما بداتي طبعا ماما اللي اختارتها لك وانت كنتي لسه مش عارفه اللعبه. ايوه. لما دخلتي بقى وبقى في بطولات الحمد لله وجوائز ذهب كتير بسم الله ما شاء الله، ولقيتي ان في سيستم للحياه، في لايف ستايل، في اكل بميزان، في مواعيد نوم، في الحاجات دي كلها، اتضايقتي ولا كنتي حابه اكتر والتزمتي؟ لا يعني حبيت عشان انا بحب الانتظام والحاجات دي. احنا معانا طبعا فيديوهات اهو ليكي انت وسيليا من البطولات. الله. طبعا ده ما ينفعش معاه مكرونه ولا محشي ولا رز وملوخيه والكلام ده، بتاكلي الحاجات دي خالص ولا بتدوقيها؟ لا يعني ساعات. ايوه كده هزعل من اللعبه. طيب لو رحنا بقى لسيليا، كم مره شاركتي في بطولات وايه اكتر حاجه يعني انت بتحبيها في اللعبه دي، مع انها احنا بنشوفها قد ايه ممتعه وبنقعد نتفرج عليها والمزيكا شغاله، بس هي لعبه برضو فيها عنف وفيها اصابات صح؟ صح. انت بقى اكتر حاجه بتحبيها ايه في اللعبه وشاركتي مثلا في بطولات قد ايه؟ اكتر حاجه بحبها في اللعبه ان هي بتخلي ان احنا عندنا ثقه بالنفس حلوه جدا. واضح ان موضوع الثقه بالنفس ده فعلا بتخلي الواحد ما يكونش تخين ولا اوفر ويتد. ايوه. صحته حلوه. وكمان يعني كل حاجه فيها صعبه يعني بتلاقي اكيد صعبة اوقات صعبه. صعبه صعبه جدا، بس محتاجه بقى ان حد ما بيستسلمش كويس. لا كمان اللعبه دي فيها ميزه للبنات الصغيره حلوه قوي، بنحط ميك اب في البطولات. ويعني مجبرين ما ينفعش نقول لا لا، الامهات بتعاني، بنلبس شيك والوان وحركات كلها فن. طيب نروح بقى يعني اساتذتنا بقى الكبار، كبار اللعبه. طبعا انتوا بداتوا كلاعبات قبل مثلا ما تكوني مدربه للمنتخب مظبوط؟ طبعا. اختيارك للعبه وقتها كان اختيار شخصي منك ولا برضو الاسره او مامتك اللي تدخلت؟ لا كان اختيار شخصي. ليه؟ انا حبيت اللعبه، يعني انا كنت بلعب تايكوندو اصلا. ومره دخلت من اليمين للشمال. دخلت الصاله، احنا زمان ما كناش بنبدا قوي من 4 سنين، كنا ممكن نبدا من 6 سنين. دخلت الصاله مره بالصدفه وقاعده بتفرج، ورحت رايحه جايبه مامي من ايدها كده، قلت لها انا عايزه اعمل ده. عايزه ده ما شاء الله. الادوات والحركات اللي بيعملوها والميوزك كل ده متعه. صولجان وطوق وحبل وشريط والوان مبهجه ومزيكا. بالظبط. ودانس طبعا ده جزء كبير من اللي احنا بنعمله. التدرج بقى لغايه ما وصلتي ان انت اصبحتي يعني يوم من الايام مدرب المنتخب، ده كان صعب؟ كانت رحله طويله؟ كنت متوقعه وبتطمحي لده؟ كانت رحله طويله طبعا طبعا، يعني انا ابتديت ان انا بلعب وبعدين بقيت في المنتخب انا كلاعبه، وبعدين اخدت بقى تحكيم دولي وبطولات دوليه وبطولات افريقيه والكلام ده كله، وبعدين لما اتمرنت المنتخب انا قعدت بمرن منتخب 8 سنين دي كانت متعه تانية خالص. يعني الصراحه هو دكتور ايهاب امين اللي هو رئيس الاتحاد بتاعنا كان بيدي فرصه كويسه جدا ان احنا نشارك في بطولات كتير قوي، بطولات عالم، كاسات عالم، بطولات افريقيه،
بحر متوسط دي كانت متعه تانية خالص لما بنلعب بقى مع الابطال الكبار يعني عقبال بقى دول طبعا ده املهم واحلامهم طبعا هنروح ل طيب حلوة قوي انا عكسها خالص انا كنت لسه هسالك يا ساره انت قلتي انت رديتي قبل ما اسالك عكسها خالص في ايه مامي هي اللي اصرت ان انا اخش الجمباز طيب بس انت كمان كنتي مدربه لا كنت بلعب الاول جمباز وبعد كده دخلت المنتخب برضو ايوه خلصت وبعدين بقيت بمرن يعني نفس الحاجات يعني اكيد حبيتيها بقى عشان وصلتي لموضوع التمرين هي يعني مامي اللي كانت مصره في الاول ان انا العب الرياضه دي وانت ما كنتيش عايزه ليه عشان كنت بعيط وكده في الاول ده في الاول خالص وانا عندي 5 6 سنين وبعد كده في مره مامي قالت لي انا مش هخليكي تلعبي جمباز تاني خلاص كفايه كده انت بتعيطي كتير وكده فبقيت انا بعيط ان انا مش هروح هو كنت بتعيطي لصعوبه التمارين ولا صعوبه نظام الحياه اللي بتتحطي عليه والاصابات إيه سبب الاصابات يا هبه عشان هي بتبقى اصعب كتيرة. حاجه في الاول ان جسمك يبتدي ياخد على المرونات وعلى اللياقه البدنيه العاليه اللي بتحتاجوها تمارينها صعبه طبعا فده كان سبب الاعتراض يعني ده سبب العياط سبب عياط اي لعبه اي لعبه في اي لعبه على فكره ضغط البدن طبعا طيب انا هروح للبنات تاني وارجع لكم واحنا مع بعضينا اجي ابدا برضو بساره ساره النهارده انت مثلا لما بيبقى عندك تمارين وفي نفس الوقت عندك ممكن يبقى في امتحانات ومدرسه و و والدنيا ملخبطه مامي بيطلع عينيها معاكي صح بتبقي حاسه بالمجهود اللي هي بتعمله ايوه طبعا ولا لان إيه؟ هي بتوصلني التمارين بعديها ترجعني في البيت تاني بعديها تذاكر لي مامي بطله مش بس انت اللي بطله على فكره بتبقي مبسوطه طيب بالمجهود ده ولا بتيجي عليكي وقت تقولي لا خلاص بقى انا عايزه ما ابقاش بلعب اللعبه دي وابقى فاضيه واخد الاجازه كلها بحر ومصيف لا هو انا ساعات يعني بتضايق لان انا هو يعني في قرب البطولات ما ينفعش نروح الساحل يعني وننزل البسين والبحر كتير عشان عضلاتنا ما تفكش وكده فساعات بكون متضايقه ان انا مش هنزل البسين يعني زي اخواتي أيوة مش هتبقي بتصيفي بقى زيهم بيبقى عندكم مواعيد معينه وكده طيب سيليا بقى بتحضري ازاي البطوله انت داخلاها واكيد ساعات بيبقى فيه لحظات فوز فبتبقي مبسوطه قوي بس ساعات بيبقى فيه لحظات صعبه صح عدم فوز او مثلا اصابه او كده كلميني بقى عن تحضيرك للبطولات وعن لحظه الفوز بقى بتحسي بايه ولا بتعملي ايه لما طبعا بكسب بكون حاسه ان انا اكني يعني بكون مبسوطه جدا وكمان بيكون عندي دريمز كتيره جدا بقى ان انا فعلا بكون عايزه اطلع اولمبيكس بكون محكمة دولية وكده يعني في طموح طيب احنا لسه هنكمل حوارنا مع ضيفاتنا الجميلات اللي منورينا النهارده بس هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم مرة ثانية خليكم معانا مرة تانية رجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل والفقرة دي تحديدا هي يعني إثبات لأن هنا البهجة وهنا تبدأ السعادة يعني شيء جميل ولعبة جميلة كلها فن وكلها حركات كده إنسيابية أنتوا عارفين أن اللعبة بتاعتكم بدأ من يمكن 4000 سنة ولقوا نقوش على الجدران المصرية القديمة في المعابد المصرية لحركات الجمباز الإيقاعية عارفين التاريخ بتاع اللعبة؟ لا ده كان اللي عارفة إيه؟ الجمباز جمباز ما هما جمباز الجمباز الايقاعي جه بقى قاعدين يعني بس برضو ليها تاريخ لعبه ليها تاريخ متاصله في مصر طيب انا عاوز اسالكم بقى كواليس اللعبه هل مثلا في موقف معين بيبقى صعب ساعات ممكن يكون عدى عليكم اصابه مثلا بعد الشهر ممكن تاخر او تخليكي تخرجي من بطوله بعد الشهر طبعا يعني في حاجات معينه حصلت كده بتفتكروها دايما ايه يعني انا مره بس زمان خالص مره اتصبت في ظهري قعدت كتير قوي في التمرين ولا في بطوله لا في التمرين وقعدت كتير عشان تستعدي طبعا او تستعيدي كده طب لو انت عاوزه تشجعي مثلا بنات بتتفرج عليكي وبتقول لك الله اللعبه دي حلوه تشجعيها تقولي لها ايه لعبيها عشان ايه يعني العبيها مثلا علشان اللعبه دي هتخليكي واثقه جدا من نفسك دي حاجه مهمه جدا ايه يعني لان الرياضه بتساعد على الدراسه وكده يعني صح بتنظم وقتك ايوه وطبعا هتخلي جسمنا يبقى كويس وشيب جسمنا حلو صح حلو سيلين
يعني كلها فوائد. اصعب موقف؟ اصعب موقف كنت في بطوله كنت صغيره. كان مجبرنا بقى خلاص دلوقتي. كان عندي وقتها حاجه اسمها حبل. وقعت حاجه في الجمله ف زعلت، ما كنتش بقى لسه عارف ان انا المفروض اكمل احلى من الاول وكده، فزعلت وقعت الجمله دي. يعني مجموعه حركات بتتلعب يعني كلها زي ما يكون جمله كده كلها كلمات. الجمله يعني كذا حركه تتلعب، فانت وقعت الحبل وقفت. انا كنت هسال ايه الجمله دي، فكويس ان انت حضرتك قلت لنا. فاكره البطوله؟ اتفرج كويس قوي. وبعدين حصل ايه؟ المدربه عملت معاكي ايه ساعتها او المدرب؟ لا ما عملتش حاجه، هم طبعا كانوا متضايقين شويه، بس بقى سنه بعديها رجعت اقوى، عرفت ان انا المفروض اكمل احسن من الاول. ما تقعي تقومي تكملي في الجمباز وفي الحياه. صح. طيب عايزه اروح لمي واسالك بقى حاجه. دايما بيبقى معروف كتير قوي ان اللعبه دي ليها مثلا ايه اصابات محدده، فهل وانت بتلعبي اللعبه دي جالك مثلا اصابات، اتصابتي بحاجه قلتي في وقت ما لا انا مش هكمل؟ هي ليها طبعا اصابتين دايما تلاقي البنات بيشتكوا منهم، هي الضمه في رجليهم من فوق وظهرهم. بس دي يعني لكاتيجوريز معينه، مش بنوصل لمراحل ان حد يبطل بسبب حاجه زي كده يعني. بس وارد من الاوفرلود قبل البطولات ان بيحصل الكلام ده، لكن مش حاجه تخلي لاعب يبطل يعني. عمرك ما قلتي لا انا خلاص مش هكمل اللعبه دي، انا خلاص يعني كده تايم فور مي؟ لا طبعا بتيجي ابس اند داونز، بس مش بسبب الاصابات. مش بسبب ايه؟ بصي هرجع لك لورا قوي وانا بلعب. لا بسبب الستريس طبعا. تبقي ستريسد في وقت من الاوقات ما بين الدراسه والرياضه. ده بيبقى صعب طبعا. في سن معين بيبقى البنات عايزه تخرج وتتفسح، مش عايزه تروح التمرين طبعا. طبعا. بس بترجعي تاني ممكن تفصلي وترجعي تاني تقولي لا ده انا وحشني، ده باشن طبعا. يعني هم اهم كلمه ما قالوهاش ان هم قد ايه بيحبوا اللعبه وقد ايه بتوحشهم. يعني بديهم اجازه بلاقيهم جايين لي تاني يوم قاعدين في الملعب قاعدين يتفرجوا. مش عايزين اجازه. مش عايزين اجازه. هم بيحبوا اللعبه. الحقيقه برضو عشان الامهات اللي بتتفرج علينا دلوقتي، يعني في امهات كتير بناتهم بتلعب اللعبه بيقول لك بس هي لعبه مكلفه، المايوهات اللي بتشتروها، الاكسسوارز او الادوات اللي بتستخدمها. لعبه مكلفه جدا. هي فعلا مكلفه يعني. مش اي حد يقدر عليها. انا فاكراكم هتعملوا تسويق احسن من حد عليهم ولا ايه؟ هي لعبه فعلا عايزه مصاريف كتير قوي عشان يعني شغف ومصاريف الاثنين، يبقى عنده شغف ويدفع مصاريف. ايوه مكلفه فعلا. المايو بتاعها غالي اللي بتلعب بيه في البطوله، والادوات غاليه، والبطولات والسفر كل حاجه. طب سن الاعتزال الرسمي، في سن رسمي للاعتزال ولا كل لاعب غير التاني؟ لا كل لاعب غير كل واحد. ليه؟ على حسب ايه؟ هقول لك. هو اعلى حاجه above 16، اعلى من 16 سنه، كلهم بينافسوا بعض بعد كده. يعني اللي عندها 16 تنافس اللي عندها 20 تنافس كده. يعني في مصر مينلي اول ما البنت بتدخل جامعه وبتبقى خلاص وصلت لتارجت معين هي عايزه توصل له، تلاقيها قالت لك خلاص انا هستوب. على حسب ايه هو التارجت. في بنات التارجت بتاعتها عايزه جمهوريه، في ناس عايزه الافريقيه، في ناس عايزه الاولمبيكس. طبعا كل ما بتعلي بالكاتيجوري كل ما بتقعد اكتر. يعني احنا دلوقتي عندنا في مصر ودي اكتر حاجه وصلنا لها متهيألي لاعبتين او ثلاثه وصلوا ل 22 سنه. ده كان الماكسيمم. في مصر ولا بره مصر في اعمار اكبر؟ لا في بره مصر بيكملوا اكتر من كده. احنا مكسلين شويه. طيب ساره لو يعني بيهتموا بقى بحاجات ثانيه. ايه ايه خليكي في الحته دي بقى، هخش بيهتموا بايه؟ بيهتموا بايه؟ لا بالجامعه بقى وخروجاتها بيعوضوا بقى اللي هم ما كانوش بيعملوه. ايوه عشان دايما انتوا عندكم مواعيد. هم بره ما بيهتموش قوي بالدراسه لو هم ملتزمين في الرياضه واخدينها بروفيشنال. ايوه طبعا. فاحنا بتبقى صعبه مش ممكن زيهم. الجواز برضو فكره تكوين الاسره والرغبه في الانجاب بتبقى بتاثر انها تاخد القرار بالتوقف اكيد والاعتزال. لا ما اعتقدش ده بيبقى. ساره شكلها ايه يعني مكمله لغايه دلوقتي كده في مكمله في تمرينات؟ لا بلعب جمباز كده بس يعني فيديوز كده ليا يعني مش بلعب يعني. بس لسه بتعملي ده؟ لا طيب. بس انا فضلت لغايه 16 سنه برضه. طيب لو سالتك بقى مثلا ايه الاثر اللي سابته فيكي اللعبه دي؟ يعني البصمه اللي سابتها فيكي، لان كل لعبه مثلا زي مثلا فروسيه، زي مثلا سكواش، زي اي لعبه دايما بتسيب كده حاجه في الشخص ده او بتغير حاجه فيه.
كتير قوي، حاجات كتير جدا. ايه بقى؟ غير بقى الثقة والحاجات دي كلها. الثقة ده موضوع ايه؟ موضوع يعني عام. اي بنت بتبقى يعني بتلعب جمباز بتبقى يعني ديفرنت شويه في ثقتها بنفسها عن بقيه البنات. أيه. ماتش مور اندبندنت، عارفه قيمتها، عارفه انها تستطيع، قادره، لا وتعودت انها يعني تبقى هي متحمله مسؤوليه نفسها من وهي صغيره. يعني هي ما بتنزل تلعب في البطوله بتنزل لوحدها على الارض. يعني انا بظبطها تدخل تحيي هي لوحدها. ففاهمه ان هي دي مسؤوليتها. فعارفه دي مهمه جدا تعلم المسؤوليه. طب ايه تاني يا ساره؟ يعني انت قلتي دلوقتي الستايل بتاعها عامه في حياتها، الموسيقى، لان احنا في جزء كبير قوي في الرياضه عندنا معتمد على المزيكا بالظبط، وعلى الايقاع، وعلى يعني ان انت تبقي حافظه كل حاجه، تبقي عارفه كل حاجه عن طب ايه اللي موجود فيكي لغايه دلوقتي ثابته اللعبه دي فيكي لغايه دلوقتي؟ انا لسه لغايه دلوقتي مثلا مرنه، يعني استخدام الادوات كله لسه بعرف اعمله. طول الوقت بسمع، يعني وقت ما ببقى فاضيه طول الوقت بحب اسمع ميوزك. ما بحبش ابقى قاعده كده يعني. طب لو احنا بنقفل او بنختم فقرتنا الجميله دي وعاوزين كده كل واحد فيكم يقول كلمه، زي ما قلنا انها تكلفتها عاليه وعايزه يعني بادجت او ميزانيه، نقول كلمه للامهات اللي عاوزه بنتها تتعلم الثقه بالنفس وتحمل المسؤوليه ويعني تسعى ليها. ان هي ما تفقدش الامل. يعني لو في مره بنت ما حققتش، بنت ما جابتش النتيجه اللي هي مستنياها، تكمل. يعني عايزه اللعبه عايزه صبر شويه. بنشكر الامهات اللي بيروحوا التمارين ويودوا ويجيبوا دول أبطال. قبل اي حاجه كده نشكر امهاتنا ونقول لهم ايه على الهواء قبل ما نقفل. شكرا عشان انتوا كنتوا توصلونا التمارين. انتوا مين؟ ده هي مامي واحده. يعني امهات كلها. انا طبعا عايزه اشكر ماي هيد كوتش اللي هي مس مي عصام، وجدتي وقفت معايا جامد جدا، ومامتي ومدرباتي. طبعا احنا بنشكركم، مبسوطين جدا ان انتوا كنتوا معانا النهارده منورينا. وهنروح لفاصل سريع ونرجع لملك المطبخ ونشوف عامل ايه النهارده شيف محمود سعد. مع مها مع ملك المطبخ شيف محمود سعد ومها الصغير وابداع في المطبخ. هنروح لفاصل ونرجع على طول، ما تروحوش في حته، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع ملك المطبخ شيف محمود سعد، وعامل لنا النهارده حاجه خطيره، هسيبه هو بقى اللي يقول. سلم عليك يا مها. طبعا يعني مها انا ببقى مبسوطه قوي انا معاك في المطبخ والله بجد. والله العظيم وكل اللي بيتفرجوا علينا كمان بيبقوا مبسوطين بوجودك في المطبخ اللي بينور المطبخ. سلم عليكم. ربنا يخليك. في برنامجنا وفي مطبخنا الجميل في مطبخ ستات ما عرفوش يكذبوا، جبنا النهارده فراخ. احنا الاسبوع ده كله عاملين فراخ، النهارده نوع جديد من الفراخ، جايبين بطاطا وبطاطس وجزر، وعاملين صينيه فراخ بالبطاطا والبطاطس والجزر. حلوه قوي الفكره دي. حلوه قوي موضوع البطاطا ده. ده موضوع كبير قوي. وعامل شويه صوص حلوين قوي كلنا بنحبهم. ايه هم؟ التوميه. مين ما بيحبش التوميه؟ وعاملها بطريقه سهله جدا. كل هنحتاجه مج ازاز او كوبايه ازاز او برطمان ازاز، ويا سلام لو في الهاند بلندر عندكم، ولو ما فيش ينفع في شفشق الخلاط، بس هقول تفصيله هتعجبكم جدا. خلونا الاول نقول مقادير الوصفه الاساسيه. يلا بينا. انا جايب كيلو من وراك الفراخ، وبحتاج بطاطا وبطاطس وجزر وشريحتين بصل، وبحتاج ملح وفلفل وجوز الطيب وشويه من بهارات الفراخ. ماشي. جاهزه؟ جاهزه. تلبسي جوانتي وتساعديني؟ ماشي. يلا بينا، تعالي هنا الناحيه دي على اليمين. كل اللي انا بحتاجه ان انا بحط وراك الفراخ، وراك الفراخ طبعا معموله من غير الجلد، يعني متشال الجلد بتاعها، وحاجه جميله جدا. كل اللي انا بحتاجه ان انا بعمل ايه؟ بحط شويه من بهارات الفراخ، ودي بيبقى فيها حبهان وورق لورا وجوز الطيب، مع شويه من جوز الطيب اهم. هموت افهم، هموت افهم ورق لورا ده ولمسه فلفل اسود. ايوه يعمل ايه؟ عندي مشكله مع ورق لورا. وهنا شويه ملح. بص انا عملت التتبيله الخفيفه دي، وبعدين بحط شويه من الزيت، شويه زيت. انا الحقيقه هعمل حاجه حلوه واسيب مها تكمل التالق.
التتبيله الجميله دي. بص يا مها، ايوه كل اللي احنا بنعمله ان احنا الفراخ اتتبلت التتبيله الحلوه دي. ويا سلام لو حطينا عليها فصين ثلاثه من الثوم كمان، بتفرق جدا في التست. بصي بقى يا مها، طب ممكن نعيد تاني عشان برضو اللي ما خدش باله حطينا ايه على الفراخ؟ يبقى وراك الفراخ اهي، الحاجه اهي وراك، وراك الفراخ عليها ملح وفلفل وجوزة الطيب وشويه بهارات الفراخ. وبهارات الفراخ الاساسي فيها حبهان وشويه من ورق اللورة وملح وفلفل اسود والحركات الحلوه. انا مجرد ان انا تبلت الصينيه بالشكل الجميل ده ونقعد نضيق المسافات كده، كل اللي انا بحتاجه اجيب بطاطسايه احطها هنا كده، وواحده بطاطا هنا كده، وكمان واحده بطاطس تاني، وواحده جزر. يبقى لو عملنا الصينيه دي بالكامل من فوق، لو قدرت تعملي ده أيوة يبقى طبعا الموضوع مميز جدا. وانت بتعملي الحركات الحلوه دي، عايز اقول لك ان الوصفه دي من الوصفات السهله قوي قوي. الله يا مها، بطاطا ايوه، استنى، بطاطا بطاطس بطاطا بطاطس جزر اوكي اي حاجه بس ما يعني بطاطا. طب البطاطس البطاطس تعالوا اقول لكم طريقه التوميه. طريقه التوميه عشان تطلع ناجحه وهي مها بترص الصينيه الحلوه بتاعه الفراخ، كل اللي محتاجينه البرطمان ده. اخد يا مها المعلقه دي، اتفضل. كل اللي احنا محتاجينه، بصوا، معلقه توم كبيره مفرومه في الهون عشان تطلع كل الزيوت الحلوه. وبعدين سر من الاسرار، بياض بيضه او اتنين عليهم اهم. وبعدين بيضة يعني بيضة يعني مش مهم قد ايه بيض يعني. بياض واحدة يعني بيضة كبيرة. اوكي. وربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. ماشي يا مها؟ ماشي يا شيخ. ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. وانت عاملة جو جامد قوي قوي، في لوحة بتترسم هنا بالبطاطا والبطاطس والجزر مع وراك الفراخ من تحت اللي عليها الثوم مع التوابل البهارات مع جوزة الطيب. موضوع فن، انا شايف فيه فن. وانا والله شايفه فن. مها الصغير برضو، مها يعني مها الصغير هتعمل ايه غير تقعد ترص كده راتاتوي؟ عارفين طريقه الراتاتوي؟ موضوع جامد قوي، موضوع جامد طبعا. الوصفه دي بقى من حلاوتها ان هي لما بتستوي في الفرن ونقلبها، هوريكم الشكل النهائي بتاعها كمان دقيقه بالظبط. بس خلونا اراجع معاكم على التوميه، عشان التوميه دي كل الاطفال والكبار بيحبوها في البيت وما بتنجحش معاهم. عشان تنجح معاهم انت عارف، انا كنت فاكره معلقه ملح، انا كنت فاكره حاجه غلط خالص، كنت فاكراها بيعملوها من مايونيز. في ناس بتحط مايونيز عليه توم وبيقولوا توميه، بس بصي بقى السر، ما بحبش بقى ده. يبقى بصي بقى هدوقك ده وهتقولي، ماشي، هتقولي انا اكلت احلى توميه. انا هقول كل حاجه. يبقى بياض البيضه اه مع معلقه الثوم وملح وملح ليمون رشه صغيره وكوبايه زيت. خلاص، بياض البيضة، ملح ليمون وكوباية زيت، أي زيت، ها؟ أي زيت ذرة حلو. وبعدين كده بنعمل دي كده ونشغل بقى. بصي بقى التحول. والثوم والثوم في حاجة سحرية بتحصل. ايه ده؟ ايه هي؟ ان هتلاقي القوام تقل. خلي دي هنا كده اهي، بص القوام بقى تقيل ازاي. ما انا ده ايه اللذاذة دي؟ بصي القوام ابتدى يبقى تقيل خلاص بقى. عشان نخلي القوام خفيف شوية، سحر يا جماعة، احنا بنعمل سحر، بنعمل سحر فعلا. عشان نخلي القوام خفيف شوية، بيبقى عندنا مية متلجة، مجرد ان احنا نحط معلقه ميه بس، معلقه واحده من الميه عشان ما تخفش مننا، نخلي بالنا، معلقه ميه واحده. اصل لو خفت قوي مش هتبقى حلوه. بالظبط، معلقه ميه ساقعه، وننزل تاني ونشوف بقى الموضوع هيبقى عامل ازاي. طيب احط بقى دي في الفرن؟ لا كمليها للاخر اهو. لا اقفليها، مش عايز الفراخ تبان. مش عايز الفراخ تبان. بالظبط، مش عايز الفراخ تبان. بصي بقى هنا نجيب الطبق الحلو ده. كله انت عايز كله؟ كله. انا فاكره بس من هنا. لا كله. بصي بقى هنا التومية. تمام، بصي التومية يا مها، بصي. لا انا دلوقتي ايه، بصي القوام ده في مهمه صعبه لازم اخلص الموضوع هنا، كبير قوي يا مها برضو. بصي بصي القوام بتاع التومية اللي انت بتحبيها، تحفه اهي كده. ايوه، وبعدين نعمل كده. ماشي
كده اهو طبق التوميه راتاتوي فعلا. وتعالي بقى اوريكي بقى الطبق اللي انت بتعمليه ده يا مها بعد ما يخلص ويطلع من الفرن. انا لو كنت اعرف ان انت عايز تخبي كل الفراخ كنت عملتها من بدري عشان كده فضلت يعني واقفه ببص. ودي لمسه جوز الطيب على الوش بقى ولمسه بهارات. طبعا انا غطيت الله على الشكل الحلو وغطيت يعني الصينيه دي لمده قد ايه؟ لمده ربع ساعه وبعدين شلت الغطا اهي ونقفل الفرن. وتعالي بقى نعمل الحركه الشهيره هي مها. مها بصي هنا بعد ما استوت قعدت حوالي 45 دقيقه في الفرن نحط الطبق حط دي بقى في الفرن ونقلبها حطي دي في الفرن. بس في عندك فويل. بص بقى الشكل الحلو ده اهو الله 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 الشكل الحلو ده ناخده ونروح بيه هناك. مها احنا تعالي بصي بصوا التحفه. احنا الوقت خلص وقت البرنامج خلص. جربوا الاكله دي في البيت ونشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده. وشكرا يا شيف محمود ميرسي. هنشوفكم بكره ان شاء الله. والستات ما يعرفوش يكذبوا.